أسقط الدولة العميقة، افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله. يبدو أن عقارب الساعة في الكويت توقفت عند وقت معين، وبات كل شيء رهينا لمن لديه القدرة على شل البلاد، أو بالأحرى الدولة العميقة المتحكمة بأدق التفاصيل والمستمرة بشفط الضرع والسطو على الزرع من دون أن يرف جفن لهؤلاء. نعم، ليس أمرا عاديا هذا التعسف بالإقفال المتعمد للبلاد عبر إجراءات معقدة ليست موجودة في أي دولة في العالم يتعمد أصحابها إذا الكويتيين والمقيمين. لذا وجب أن يكون هناك من يخاف الله بالبلد ويرعويه، أو أن تكون الحكومة فعالة وقادرة على اتخاذ القرار. طوال الأشهر الماضية بحت الأصوات مطالبة بتعديل إجراءات دخول الكويتيين والمقيمين، لكن لم يحرك أحد ساكنا إلا عندما اكتشف عباقرة التطبيقات الإلكترونية المعقدة الفخ الذي أوقعوا أنفسهم فيه، فتفضلوا بتخفيف القيود أو بالأحرى إجراء عملية تجميل على تطبيق كويت مسافر، لكنهم في المقابل زادوا من قباحة تطبيق آخر هو مناعة الذي يلزم كل من يريد الدخول إلى جنة عدن الكويتية التسجيل فيه لاعتماد شهادة التطعيم الحاصل عليها من الخارج. للأسف التطبيق الجديد بات كابوسا للكويتيين والخليجيين والمقيمين أكثر من كويت مسافر، فاعتماد الشهادة بات أقرب إلى المستحيلات، إذ عليك الانتظار شهرا أو شهرين كي يمن عليك الموظفون باعتماده، فيما في دول خليجية أخرى يجري ذلك فورا. ولنا فيما كشفه رجل الأعمال الكويتي عيسى بهبهاني عبر الزميلة الراي خير دليل، وأنقل هنا قوله حرفيا: السعودية تنجز في 3 دقائق ما فشلت به الكويت 25 يوما. للعلم فقط، هناك نحو 73,000 شهادة مسجلة على موقع وزارة الصحة، وإذا كانت كل واحدة تحتاج إلى أكثر من شهر لاعتمادها، فمتى نعود إلى الحياة الطبيعية؟ ومتى يستعيد القطاع الخاص دوره؟ أم أن المطلوب المزيد من خنقه فيما هو يئن بسبب التعسف والتخبط بالقرارات الحكومية؟ حسناً فعلت اللجنة المعنية بمكافحة كورونا حين سمحت للكويتيين والخليجيين بالدخول بعد الحصول على شهادة تطعيم ورقية، لكن ذلك يبقى ناقصاً إذا اشترط على القادم أن يكون حاصلاً على لقاح معتمد في الكويت. لذلك السؤال: ماذا عن الكويتيين والمقيمين الذين تلقوا لقاحات صينية أو روسية أو غيرها في الدول التي تعتمد هذه اللقاحات؟ فهل سيبقى هؤلاء في الخارج حتى يشبع المستفيدون من صفقة اللقاحات والتطبيقات؟ أين أهل الحل والعقد من كل هذا؟ ولماذا هذا الإصرار على لقاحات وتطبيقات معينة؟ بينما كل دول الخليج بل دول العالم كافة بدأت إجراءات التخفيف رغم تفشي متحور دلتا، فها هي سويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وحتى الهند حيث تتفشى تلك السلالة الجديدة قد رفعت القيود وسمحت بدخول المطعمين بأي لقاح ولم تشترط نوعا معينا منها. نقولها بصراحة، إن ما يجري هو جريمة ترتكبها حكومة عميقة موازية أكثر قوة من كل السلطات لإحداث شرخ بين الدولة والشعب، بل هو قتل بطيء للاقتصاد الوطني وللكويت. لذا نتمنى على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يقرأ بتمعن هذا الكلام ويتحرك لوقف هذه المهزلة، هذا إذا كان يأخذ بالنصيحة ويخرج عن صمته.